pam 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 pam. وندخل بحلقة اليوم مباشرة وندخل في العبارة الأولى. كيف نقول الرئيس الراحل؟ مش بمعنى الراحل يعني المخلوع أو السابق، لا، الراحل بمعنى المتوفي. كيف نقولها؟ ها، عندنا طريقتين. فإما تقول the departed president أو the deceased president. فمثلا ممكن تقول على علي عبد الله صالح، حسني مبارك مثلا، the departed president was forced to step down. الرئيس الراحل أجبر على التنحي. وممكن تقول بدل step down step aside، تعطيك نفس المعنى. It doesn't matter. طيب الرئيس المخلوع كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ عارفين المخلوع اللي الشعب يشيله يعني، فنقول إيش؟ The deposed president. The deposed president أو the ousted president. The ousted president. بإمكانك استخدام كلمة بدل الأخرى تعطيك نفس المعنى. فمثلا ممكن نقول the deposed president، الرئيس المخلوع، أو ممكن تقول the ousted president، الرئيس المخلوع برضو، fled the country، هرب خارج البلاد. أما الرئيس السابق فيسمى former president. Former president. فمثلا ممكن نقول the American former president، الرئيس الأمريكي السابق، paid a visit، قام بزيارة to Riyadh City، إلى مدينة الرياض. وطبعا ممكن نقول بدل former president، الرئيس السابق، ممكن نقول ex president. لكن لو أنت حتقول الرئيس الحالي، في السياسة بيقولوا incumbent president. طبعا حالي ممكن تصف مثلا the incumbent prime minister، رئيس الوزراء الحالي. ممكن برضو تقول the current prime minister عادي، ولكن في السياسة وفي في الأخبار بتكثر هذه الكلمة. فمثلا ممكن تقول the incumbent president is doing a great job، رئيس الحالي بيقوم بعمل رائع. وكذا انتهينا من رئيس المخلوع والرئيس الراحل. بينما لو انت حابب تقول النظام، او مثلا حابب تقول فترة، حابب تصف فترة مثلا حسني مبارك، علي عبد الله صالح، فترة صدام حسين، فتقول عنها tenure. وهذه احد الكلمات tenure. فتقول مثلا حسني مبارك's tenure was good in the eyes of Egyptians، يعني فترة حسني مبارك كانت كويسة في عيون المصريين. بينما لو انت حابب تقول مثلا نظام حسني مبارك مثلا كان عسكري، كان ديمقراطي، يعني انا بعطي مثال يعني مش بس في نظام معين، فممكن تقول حسني مبارك's regime was democratic، ونظام حسني مبارك كان ديمقراطي. ممكن تقول تصفه بما تريد، was military، عسكري. والآن مع أسماء بعض الأنظمة الشائعة وراح تظهر الترجمة. فمثلا ممكن نقول military regime. ممكن تقول police regime، fascist regime، communist regime. وممكن تقول corrupt regime، brutal regime. Authoritarian regime, democratic regime, repressive regime, oppressive regime. أما حقبة أو عهد، يعني حقبة زمنية مثلا لفترة حكم رئيس معين، لحدوث شيء معين، فتسمى era. فمثلا ممكن تقول علي عبد الله صالح era was a golden era in the eyes of Yemenis. أو مثلا ممكن تقول let's have a new era of cooperation، يعني خلينا عندنا عهد جديد أو عصر جديد من التعاون. بينما كلمة يطيح فعندنا أكثر من كلمة باللغة الإنجليزية تعطينا هذا المعنى، يطيح أو يسقط، يعني تسقط نظام أو تسقط رئيس. فمثلا ممكن نقول demonstrators، المتظاهرين in Arab countries، في الدول العربية، أطاحوا، وممكن تقول overturned، أطاحوا برضو، وممكن تقول ousted، وممكن تقول deposed، نفسها كلها تعطيك نفس المعنى، أو toppled their governments، أو
their presidents أطاحوا بحكوماتهم أو برؤسائهم أطاحوا أو ممكن نقول أسقطوا super easy أو بإمكانك استخدام هذه الأفعال في الباسف فمثلا ممكن نقول حسني مبارك and صالح were overthrown حسني مبارك وصالح تم الإطاحة بهم أو تم إسقاطهم وبإمكانك تشيل مثلا overthrown وتحط بدالها deposed أو تحط بدالها overturned تعطيك نفس المعنى super easy أما الإطاحة والخلع يعني بمعنى إسقاط أو خلع النظام والحكومة فتسمى overthrow overthrow الإطاحة وتستخدم كفعل وكاسم يعني يطيح أو إطاحة بينما oust الاسم منها الإطاحة فتسمى ouster أو عندك كلمة downfall downfall اللي هي سقوط سقوط النظام سقوط الدولة فمثلا ممكن نقول demonstrations المظاهرات in some Arab countries في بعض الدول العربية led to قادت إلى the overthrow إلى الإطاحة ب The overthrow of many presidents العديد من الرؤساء وممكن تقول governments وممكن تشيل overthrow وتحط بدالها ouster وممكن تشيلها وتحط بدالها downfall اللي هي سقوط عدد من الرؤساء super easy أما الوصول للسلطة فسمى come to power فمثلا علي صالح came to power الماضي تبع came to power in 1978 وإذا أنت حابب تقول عينة مثلا كرئيس جمهورية فتقول appoint فمثلا ممكن نقول the parliament البرلمان appointed علي صالح عين علي عبد الله صالح as president in 1978 وإذا أنت حابب تقول تولى السلطة فتقول assumed power فمثلا ممكن نقول بدل he was appointed in 1978 فنقول he assumed power in 1978 هو تولى السلطة في 1978 أما إذا كان قائد البلد ملك فنقول crown فمثلا ممكن نقول King Salman was crowned in 2015 وممكن تقول تولى العرش في 2015 فتقول assumed the throne in 2015 أما يتخلى عن السلطة يعني الرئيس يتخلى مثلا للنائب فعادة تسمى relinquish power to relinquish power to أو ممكن حتى نستخدم give up power to وفي كلمات كثيرة ولكن هذه هي الشائعة فمثلا ممكن نقول حسني مبارك relinquished power to vice president حسني مبارك relinquished تخلى عن السلطة power to vice president إلى نائب الرئيس أما نقل السلطة لنائب الرئيس فتسمى transfer power to فمثلا ممكن نقول علي عبد الله صالح transferred power علي عبد الله صالح نقل سلطته to vice president إلى نائب الرئيس يعني نقل السلطة وهناك تخلي عن السلطة super easy I told you